تتجه أنظار العالم كله إلى مصر من 13 حتى 31 من يناير 2021، حيث تنطلق بطولة العالم لليد في نسختها 27 بنظامها الجديد لأول مرة بمشاركة 32 منتخبا. مصر كان لها دور محوري في تزايد شعبية كرة اليد في القارة الإفريقية عندما استضافت بطولة العالم للعبة قبل أكثر من عقدين، وتحديدا عام 1999، لتصبح أول دولة إفريقية حين تستضيف هذا المحفل العالمي. ونجح أبناء النيل في تلك النسخة في احتلال المركز السابع بين منتخبات العالم، لتكون ضربة البداية الحقيقية في وضع يد مصر وإفريقيا نحو العالمية، خاصة بعد وصول منتخب مصر للمربع الذهبي في نسخة 2001 في فرنسا. وتشارك مصر بمنتخب يحشد العديد من العناصر المميزة بمزيج من عناصر الناشئين الذين فازوا ببطولة العالم والشباب الذين توجوا ببرونزية العالم لفئتهم والكبار أبطال إفريقيا في النسخة الأخيرة، سعياً في التواجد في المربع الذهبي بالمونديال. وقد انطلقت الحملة الترويجية لبطولة العالم في شوارع المحروسة من خلال انتشار السيارات المكشوفة والأغاني الوطنية، وتستمر حتى نهاية البطولة بهدف رفع الروح المعنوية للشعب المصري في ظل جائحة كورونا وتشجيع متابعة المونديال وحضور المباريات من داخل الصالات وفقاً للنسبة المحددة باتباع الإجراءات الاحترازية. كما تقرر منح محفظة إلكترونية للمشجعين بعدد رحلات الذهاب والعودة فترة البطولة بتخفيض قيمته 50% على قيمة التذكرة الواحدة لكل مشجع بعد الاطلاع على تذكرة حضور المباراة والكرت التعريفي للمشجعين. مصر الدولة الأولى والأخيرة التي تحتضن مونديال اليد بنظامه الجديد بمشاركة 32 دولة، حيث أقر الاتحاد الدولي للعبة أن جميع النسخ القادمة ستكون بتنظيم مشترك بين دولتين أو ثلاث دول. وعلى قدم وساق تتواصل اجتماعات وجولات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للبطولة بعضوية 18 وزيرة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمتابعة استعدادات كافة الصالات المغطاة المستضيفة للحدث العالمي لانطلاق البطولة بشكل يليق بمكانة واسم مصر أم الدنيا. يا أهلا بكل حضراتكم من جديد. طبعا يعني خلال أيام إن شاء الله ستتجه أنظار العالم كله إلى مصر التي تستضيف حدث في منتهى الأهمية ليس على الصعيد المحلي ولكن على الصعيد العالمي. طبعا لا صوت يعلو هذه الأيام فوق صوت الاستعداد لبطولة العالم لكرة اليد، والحقيقة نقدر نقول أن البطولة دي هتشهد الكثير والكثير من التحديات. طبعا التفاصيل دي هنعرفها من خلال هذا اللقاء اللي بنسعد من خلال وجود الدكتور محمد فوزي وهو المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة. صباح الكل على حضرتك، سعداء بوجودك معنا. صباح الخير يا كريم، وصباح الخير يا نهواند، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين والمتابعين، وسعيد ان انا معاكم. احنا اللي سعداء، حضرتك دايما معانا على التليفون، لكن احنا مبسوطين ان حضرتك معانا دلوقتي يعني في حضورك معانا. وطبعا هذا الملف المهم جدا، والمصر والعالم كله بيتابعوا يعني لحظه بلحظه، وناس كتير بتقول تحديات كتيره بتواجه مصر. هل فعلا هتقدر تقدم المونديال ده بشكل يليق بالبلد؟ هل موضوع الكورونا هيأثر ولا لا؟ خلينا نبدا من هنا واستعدادات وزاره الشباب والرياضه. وانا عارفه ان المونديال ده اكتر تقريبا من 14 وزاره بتعمل سويا علشان يطلع بيه الشكل المرجو في الآخر. فخلينا نعرف من حضرتك بداية. يمكن الدولة المصرية طبعا بتقوم بجهود غير عادية وجهود حديثة، يمكن كانت توجيهات واضحة وصريحة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنظيم هذا المونديال، واللي إن شاء الله هيكون تنظيم تاريخي في تاريخ هذه البطولة تحديدا. يمكن 31 دولة بالإضافة للدولة المنظمة وهي مصر هيكونوا موجودين في مصر من 13 يناير حتى 31 يناير، وهذا هو عمر بطولة العالم رقم 27 رجال. أكيد هيكون هناك
طفرة كبيرة، هيكون حدث عظيم جدا 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 هتقدمه مصر للعالم. هيبقى خلاص مصر أصبحت براند في تنظيم الأحداث العالمية في البطولات الرياضية المختلفة. المنفردة اللي بتنظم المونديال مش هيتلعب مبارياته في أكتر من دولة كما لا ده هي في جمهورية مصر العربية طبعا. أربع صالات هتستضيف فعاليات المونديال. هذا المونديال بعد كده هيكون مقسم ما بين أكتر من دولة في البطولات القادمة، بطولات العالم القادمة. ولكن مصر بالفعل أصبحت نموذج وتجربة عظيمة إن شاء الله هنعيشها مع بعض من 13 يناير ل 31 يناير. عايزين كلنا نتكلم دلوقتي في اليد، عايزين الشعب المصري كله لا صوت يعلو فوق صوت المونديال، مونديال اليد رقم 27، واللي هيكون حدث عظيم إن شاء الله هتنظمه مصر خلال هذا الشهر. خلينا نقول كمان إن الآن منتخب اليابان وصل بالفعل في مطار القاهرة، وبالفعل يمكن دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة متواجد هناك الآن في مطار القاهرة، وهيتم تجربة نظام الفقاعة أو البابلز اللي هيتم تطبيقه على كافة المنتخبات المشاركة في البطولة. برضو محتاجة توضيح مسألة الفقاعة الطبية دي، برضو أكيد هنحتاج من حضرتك شوية شرح ليها. الفقاعة الطبية محدش هيشوف المنتخب خالص، هم هيدخلوا بدءا من نزولهم من الطيارة تمام، هيبقى فيه تجديدات صارمة هيتم تطبيقها من خلال وزارة الصحة واللجنة الطبية تمام لمواجهة فيروس كورونا، حفاظا على اللاعبين والأجهزة الفنية والوفود المرافقة للمنتخبات. طبعا هيبقى نظام مقفول تماما على المنتخب بدءا من الطيارة ثم ذهابه إلى الفندق ثم ذهابه إلى صالة التدريب والمشاركة في الصالة الرئيسية اللي هتكون اللي هيكون مشارك فيها خلال فعاليات البطولة، والعودة بنفس النظام محدش هيشوفه خالص حفاظا على كافة اللاعبين المشاركين والأجهزة الفنية. تمام كده الوفود ابتدت من النهاردة يعني إن هي تحضر. النهاردة يمكن أول منتخب يصل بالفعل هو منتخب اليابان، وكمان عايزين نوضح للسادة المشاهدين اليابان هتستضيف أولمبياد طوكيو. فبالتالي مصر بالفعل هتبقى تجربة غير عادية. توماس باخ هيحضر المباراة النهائية ختام البطولة هنا في مصر عشان نشوف مصر عملت إيه، عشان التجربة دي لليابان، اليابان كدولة عظمى يعني هيشوف مصر عملت إيه. إذن بالفعل مصر أصبحت تجربة وتجربة غير عادية. بالمناسبة يعني هل الفترة اللي فاتت كان في مثلا مندوبين من المنتخبات المختلفة جم قبل وصول طبعا الفرق نفسها والمنتخبات نفسها يبصوا بصة كده على الأجواء يطمنوا إن مصر مستعدة بدرجة 100% لمكافحة كل ما هو متعلق بفيروس كورونا؟ احنا بنتكلم على حدث كبير، 32 فرقة أو 32 منتخب من كل أنحاء العالم، وده في حد ذاته تحدي كبير جدا. اكيد هنحتاج برضو نتكلم مع حضرتك على تفاصيله، بس هل الفرق المختلفه او المنتخبات بتيجي بشكل مباشر ولا بيكون في مندوب من كل منتخب بيجي لالقاء نظره على الاستعدادات وعلى فندق الاقامه والملاعب والنوع ده من الامور؟ اكيد طبعا، ولكن خلينا نتكلم في حاجتين مهمين جدا. احنا عندنا اللجنه العليا برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومقرر هذه اللجنه هو الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. اللجنه بتباشر كافه الاعمال اليوميه الخاصه هذه البطولة، واللي من خلال اللجنة المنظمة واللي بيديرها الكابتن حسين لبيب. دكتور حسن مصطفى متواجد بشكل يومي، الدكتور أشرف صبحي متواجد بشكل يومي لمتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بهذه البطولة. أكيد هناك متابعات كمان وتواصل مستمر مع كافة المنتخبات اللي هتشارك في فعاليات هذه البطولة بشكل لحظي، مش بشكل لا بشكل لحظي، اطمئنانا على كافة الأمور الخاصة باللعيبة اللي هتشارك والأجهزة الفنية. مصر بتوفر كل الإمكانيات المتاحة لراحة هؤلاء المنتخبات وحفاظا كمان على سلامتهم من خلال النظام الطبي الصارم اللي هيطبق في خلال هذه البطولة هو نظام الفقاعة. مهم جدا كمان ان احنا نتكلم عن الترتيبات اللي بتتم حاليا. يمكن امس كان الدكتور اشرف صبحي متواجد في استاد القاهره لمتابعه الترتيبات النهائيه للجنه المتطوعين، وكمان كيفيه دخول وخروج المنتخبات، وكمان كيفيه دخول وخروج الجماهير داخل الصالات. طبعا احنا هنسمح بحضور 30% من سعه كل صاله، ده مهم جدا. وكمان تم تشكيل لجنه خاصه لغرفه عمليات خاصه داخل كل استاد من خلال اللجنه
اللجنه من خلال اللجنه المنظمه، وكمان اللجنه ديت بيرأسها الدكتور احمد الشيخ المدير التنفيذي المجلس القومي للرياضه، واللي عقد وتم عقد اول اجتماع امس في استاد القاهره لوضع كافه الامور في نصابها ومتابعه كافه الاستعدادات اللي بتطبقها اللجنه المنظمه. طيب دي بقى الاستعدادات النهائيه، لو خدنا الناس كده من البدايه عشان يعرفوا ويسمعوا بنفسهم الاستعدادات والتحديات كانت عامله ازاي. يعني احنا بنتكلم من مارس اللي فات والوضع كان متوقف في العالم كله، ولكن بالرغم من ده مصر كانت بتستعد للحدث ده من بدري جدا، من شهور سابقه، مش بس أكيد. مثلا وليده شهر او اثنين بنتكلم عن برضو مليارات الى حد ما كنا محتاجينها علشان نبدا ان احنا نجهز والبنيه التحتيه وغيره احنا عندنا، بس كان في اصلاحات كمان بتتم، ففي جهد مبذول من جميع الاوجه. يعني خلينا نروح مع حضرتك للبدايه علشان بعد كده نوصل بقى ونقول الختام ونقول اللمسات الاخيره ونفرح بيها، بس خلي الناس تعرف قد ايه الجهد برضو كان مبذول في الاول. هو تم تحديد اربع صالات، في ثلاث صالات تم بنائهم بشكل كامل، وفي صالة تم تطويرها ومجمع صالات بهيئة استاد القاهرة تم تطويرها. عندنا صالة 6 أكتوبر الجديدة، عندنا صالة العاصمة الإدارية الجديدة، الصالة المغطاة في برج العرب، ومجمع الصالات أو الصالة الرئيسية بهيئة استاد القاهرة، واللي هتشهد حفل الافتتاح. أربع صالات إن شاء الله جاهزين بنسبة 100% لاستضافة فعاليات البطولة. صارت 6 اكتوبر لما نزلتها اللجنه الخاصه من الاتحاد الدولي لكره اليد اللي كانت بتشوف كافه الصالات وكافه الاستعدادات، يمكن حتى الدكتور حسن مصطفى شخصيا قال هذه الصاله يمكن من الافضل على مستوى الشرق الاوسط من حيث المدرجات، من حيث الارضيه، من حيث كافه التجهيزات وكمان الاماكن الملحقه بها. صالات على اعلى مستوى، مصر بالفعل اصبحت عندها بنيه تحتيه رياضيه على مستوى الالعاب الرياضيه، مصر بالفعل اصبحت قبله الاتحادات الرياضيه، مصر بالفعل اصبحت جاذبه لكافه الفعاليات الدوليه. طيب على ذكر الصالات بقى هنستاذن حضرتك ان احنا نشوف معاك فيديو جراف ونتعرف على التفاصيل كل اللي بيحصل في الصالات الاربعه اللي ان شاء الله هنتابع عليها مباريات هذا المونديال، ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل.
حديثنا ما زال مستمر مع دكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة. بنتكلم عن مونديال الرياضة، هذا الحدث العالمي اللي هيكون على أرض المصرية واللي كلنا إن شاء الله بنأمل خير إن هو حدث فعلا يليق ببلدنا بمصر، ويبقى دايما كل العالم كده بيشهد مصر إيه بالظبط، ويرجع كده الفكر لزمان اللي إحنا بنحاول نرسخه دايما، إحنا بلد استثنائية. أنا بشوفنا كده وهنفضل كده إن شاء الله. احنا بنعيش بالفعل تجربة استثنائية، احنا خلاص مش هنبقى بس تجربة، احنا برضو عايز سادة المشاهدين يشوفوا حجم المنشآت الرياضية في مصر ونقارنها بالدول الكبرى في اوروبا. انا مش هقول دولة عربية مماثلة، لا كويس، نشوف الاستادات، استادات الكرة، نشوف الصالات المغطاة اللي عندنا، نشوف حجم المنشآت الرياضية والبنية التحتية اللي على اعلى مستوى في جمهورية مصر العربية. سيادة الرئيس، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمن بالرياضة، اعتبار قومي، بقينا ماشيين وفق رؤية معينة ومنهجية معينة. وزارة الشباب والرياضة والممثلة في الدولة في هذا المجال قدرت بالفعل برئاسة الدكتور أشرف صبحي إن احنا نتطور عدد كبير من المنشآت الرياضية، ويكون عندنا كمان منشآت جديدة على صعيد كافة الألعاب. احنا في 2021 هنستضيف عدد من البطولات العالمية وغيره، صح كده؟ دي حقيقة. هنستضيف بطولة العالم للرماية في فبراير، بطولة العالم للدراجات في أبريل، احنا عندنا مضمار دراجات على أعلى مستوى في استاد القاهرة. هي. بالفعل مش هنقول بقى مصر تجربة، لا، مصر بالفعل هي قبلة الاتحادات الدولية، مصر بالفعل إن شاء الله قادرة على تنظيم أي بطولة على مستوى العالم. بشكر كل الوزارات اللي تعاونت مع وزارة الشباب والرياضة في تنظيم والاستعداد بشكل كبير لمونديال اليد، والله هنطلق هذا الشهر. كل الشكر لوزارة السياحة والأثار، كل الشكر لوزارة النقل اللي بالفعل خفضت نسب التذاكر لحاملي تيكتس المباريات الخاصة بمونديال اليد 50%. وزارة الصحة عاملة شغل عالي جدا 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 من خلال اللجنة الطبية المشاركة كمان في البطولة وتطبيق نظام الفقاعة زي ما قلنا. طبعا يعني لما بنتكلم ونقول ان اللجنه العليا بيترأسها يعني السيد رئيس مجلس الوزراء ومشاركه من 14 ل 18 وزاره مختلفه زي ما عرفنا من حضرتك اثناء الفاصل، فاحنا ما فيش شك ان دي في حد ذاتها يعني علامه كافيه جدا ودليل على اهميه الحدث لدى صناع القرار ولدى كل المسؤولين في مصر. في الجلسات اللي حصلت الفتره اللي فاتت دكتور محمد، هل في امور معينه تم الاتفاق عليها او امور معينه تم الاختلاف حولها فيما يتعلق بمساله التنظيم؟ أكيد طبعا. يمكن في بداية الحديث احنا قلنا ان في اجتماعات مستمرة، يمكن حتى اللحظة انا هخلص الاستوديو وهطلع عندنا اجتماع برضو خاص علشان نشوف ايه الاستعدادات، ايه الترتيبات النهائية، وصلنا لحد فين. حتى الان قبل الانطلاقة 10 ايام بالظبط وهتنطلق البطولة علشان نقول احنا جاهزين، لا لازم نشتغل دقيقة بدقيقة لحظة بلحظة عشان نبقى جادرين بتنظيم هذا الحدث. أنا عايز أوجه الشكر للدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والمتواجد يوميا معانا واللي بيبذل قصارى جهده بالفعل لإنجاح هذه البطولة يدا بيد مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واعتبر مقرر اللجنة العليا كمان المنظمة لهذه البطولة. اجتماعات مستمرة زي ما بنقول، ولكن احنا عايزين برضو نأكد على حاجة مهمة جدا بجانب تطوير البنية التحتية والإنشاءات، لا احنا كمان عندنا ان شاء الله منتخب قادر ينافس على هو ده بقى البطولة. ده مهم فعلا جدا. هنرجع حضرتك فيه دكتور محمد، بس في بقى برضو فيديو جراف احنا مجهزين دلوقتي للمجموعات المشاركة طبعا في البطولة دي، خلينا نروح نتابع ونرجع نكمل بحضرتك. We'll be right back.
تعرفنا مع كل حضراتكم على المجموعات المختلفة من المنتخبات المشاركة في مونديال كرة اليد إن شاء الله. الحقيقة احنا عندنا تفاصيل كتير جدا يا دكتور محمد عايزين نتكلم مع حضرتك فيها، مش عارف حتى الوقت ممكن ما يسعفناش. هو طبعا منتخب مصر بيقع في المجموعة السابعة، معانا السويد والتشيلي والتشيك، مجموعة قوية طبعا جدا. السويد برضو من بس الفرق. احنا ما نقلش برضو دكتور. لا 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 ان شاء الله احنا بتاعتنا بنسعى ان احنا نكون في المربع الذهبي ونصل ان شاء الله لنهائي البطولة. ويمكن كان في تجربة مهمة جدا، منتخب الشباب فاز ده حاجه برضو هتدينا دفعه قويه. رجاله منتخب مصر جاهزين بقياده المدير الفني الاسباني اللي ماسك منتخب مصر. ان شاء الله احنا قادرين ان شاء الله ان احنا نعمل مباريات على اعلى مستوى. كلنا ثقه في اللعيبه، كلنا ثقه في المنتخب الفني، كلنا ثقه في المنظومه ككل. ان شاء الله الاتحاد المصري لكره اليد برئاسه المهندس هشام نصر عامل شغل عالي جدا مع المنتخب، وكمان المعسكرات اللي موفرها للمنتخب. كلام محترم جدا. طيب نروح مع حضرتك برضو سريعا، معلش لازم نعرف التفاصيل اللي لسه لم تذكر وحضرتك ما اطلعتناش عليها، اللي داخل بقى الوزارة مع التنسيق في الوزارات المختلفة علشان نتكلم ان هذا الحدث يطلع بالشكل اللي يليق بمصر. زي ما قلنا وزارة الشباب والرياضة مش بتعمل وحفل الافتتاح برضو عفوا انا عايزه وزارة الشباب والرياضة مش بتعمل لوحدها، اكيد احنا معانا بتعاون كامل مع كافة الوزارات المعنية. زي ما قلنا يمكن من 14 ل 18 وزارة شغالة معانا على هذا الحدث من خلال اللجنة العليا، اجتماعات مستمرة. بس عايز اقول ان شاء الله بالنسبة لحفل الافتتاح هو المطرب الكبير قوي تامر حسني هو اللي هيكون يفتتح الحفل، حفل هيبقى حفل غنائي كبير ان شاء الله، هيكون في استاد القاهره. مهم جدا دي برضو رساله نوجهها للساده المشاهدين، ان احنا نكون داعمين لمنتخبنا، نقف وراء منتخبنا، نثق في دولتنا. دولتنا بالفعل خلاص احنا يعني الحمد لله احنا بنصنع تاريخ جديد. هذه البطوله هتضاف لسجل الرياضه المصريه. هذه البطوله ان شاء الله هي خلاص بتكتب احرف من ذهب حقيقي. مجهود كبير بيبذل من كافه اللجان الخاصة بهذه البطولة، سواء لجنة الإقامة والإعاشة، لجنة الاتصال، لجنة اللجنة الإعلامية، كل لجنة الطبية، كل لجنة المتطوعين، كل مش عايز أنسى أي لجنة، ولكن كل اللجان شغالة بتناغم تام ومستمر. تعاون كبير من الوزارة مع كافة الوزارات والهيئات الأخرى عشان نقدر ننجح هذا الحدث الكبير. من اللجان اللي فعلا بتبقى مهمة جدا في النوع ده من الفعاليات الرياضية وخصوصا العالمية أو الدولية، منها المتطوعين. المتطوعين عليهم دور كبير جدا جدا ومهم، عشان كده وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي كان راح شاف تجربة عملية امبارح داخل الصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة، ولا تستضيف محاكاة كده للي هيحصل، محاكاة للي هيحصل بالظبط. وشفنا كمان توزيع الجماهير هيبقى عامل ازاي، التباعد هيتم ازاي، وكمان كيفية دخول وخروج الجماهير داخل الصلاة عليهم دور مهم جدا. وكمان هيبقى في مرافقين منهم للمنتخبات، وفي منهم اللي هيدخل نظام البابلز او نظام الفقاعه. ده جهد كبير جدا من لجنه المتطوعين، بنقدم لهم الشكر من دلوقتي. واللي ضربوا اروع الامثله كمان في البطوله، في بطوله الامم الافريقيه 2019 وبطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه واللي احنا فزنا بيها وتاهلنا منها لاولمبياد طوكيو. كمان مش عايز انسى دور شركه تذكرتي. شركة تذكرتي طبعا اللي هتطرح تذاكر برضه 30% حضور عامله دور مهم جدا ودور كبير جدا 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 عشان نقدر نوفر التذاكر لكافه الجماهير. طبعا 30% من ساعه كل صاله اكيد هيبقى في ازدحام شديد على هذه التذاكر، واللي هتخلص بدري برضه. ولكن ده بيأكد على حب الجماهير المصريه لكل منتخباتها اللي بتشارك في اي بطوله سواء في كره القدم او في كره اليد. موفقين يا دكتور، وان شاء الله يعني بنتمنى باذن الرحمن بمجرد انتهاء المونديال نلتقي مع حضرتك مره ثانيه ومعانا الكاس باذن الرحمن. ان شاء الله ان شاء الله. ونهنيك على يعني، ونهني طبعا كل القائمين وكل كل المسؤولين عن تنظيم هذه الفعاليه المهمه جدا عالميا. ان شاء الله يعني نرجع نلتقي معاك باذن الله على خير. ان شاء الله يا رب، وكده كل سنه وانتم طيبين وعام سعيد عليكم وعلى كل الساده المشاهدين. ومصر دائما وابدا
تقدم ورخاء. انا سعيد ان انا كنت معاكم، وان شاء الله مزيد من النجاحات ان شاء الله. احنا واثقين ان شاء الله ان هو هيكون حدث فعلا محترم يليق بالبلد. بنتكلم على وزارات كثيره بتعمل سويا، وبنتكلم كمان ان الواحد فعلا حقيقي كمصري ابتدى يلاحظ تغيير ملحوظ بشكل كبير على ارض الواقع في الدوله. يعني ما تيجي تقول دلوقتي ان انت عندك بنيه تحتيه وعندك رياضه بيتم الاهتمام بيها ومونديال عالمي وعشوائيات بيتم القضاء عليها، وانا مش عايزه اقعد اتكلم عن حاجات كثيره جدا البلد فعلا اتغيرت فيها في السنوات الاخيره. بس زمان احنا كنا بنقول مقوله يا فشوفوا مصر زمان، دلوقتي مش هنقول كده، هنقول بص مصر دلوقتي. فالثقافه بتاعتنا اللي احنا دايما بنرجع للماضي علشان نقول احنا احسن، لا احنا هنقول بص دلوقتي احنا عاملين ازاي. فيمكن دي من الحاجات اللي بتخلينا نقول بص دلوقتي احنا عاملين ازاي، ولازم فعلا كلنا نفخر. خلينا نروح لفاصل سريع، نورتنا يا دكتور، ونرجع نكمل مع حضراتكم انا وكريم.